ومن بعد التكليف الملكي شكلنا أغلبية من 3 أحزاب، أغلبية منسجمة ومتناسقة، لأنه ما كاينش حزب قائد وأحزاب تابعة، كاين فقط أغلبية عندها ميثاق، أغلبية قوية بأصوات 5 ديال الملايين من المغاربة، شكلات حكومة كفاءات حقيقية. وهذه الحكومة وهذه الكفاءات وضع المواطن المغربي قدام عينيها وقلبها عليه، وهذه الأغلبية غتبذل كل الجهود من أجل الخروج آمن من الجائحة نحو انتعاش اقتصادي لكيستهلوه المغاربة.